برحب بيك ومنور دايما قناة الأهلي. مرحبا بك عمر، ومرحبا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. إن شاء الله تكون حصة ممتازة إن شاء إن شاء الله. الله. كابتن علي، طبعا وجودك في معسكر الفريق في إسبانيا أكيد عندك رؤية، أكيد يعني شايف المعسكر تنظيميا، إداريا، فنيا، تكتيكيا، إزاي قدرت تستفيد وإزاي شايف المعسكر من وجهة نظرك؟ لا، معسكر ممتاز على جميع الأصعدة، الفندق متاع الإقامة متاعنا، الملاعب اللي قاعدين نتدربوا فيها، الأجواء ما بين اللاعبين، كل أجواء ممتازة. قاعدين نعملوا في معسكر يليق باسم النادي الأهلي. احنا لهنا في فترة قاعدين نحضروا، عنا زوز مقابلات مهمين. طبعا كنا خيرنا نكون المعسكر هذا في إسبانيا، الطقس قريب لمصر، الأجواء كل ممتازة ما بين اللاعبين الكل. إن شاء الله يكون معسكر إن شاء الله ممتاز إن شاء الله. انت كابتن علي اتكلمت وقلت على في ماتشين مهمين جدا جايين، المقاولين والزمالك، شايف المواجهات هتبقى عامله ازاي؟ هل مباراه المقاولين لا تقل اهميه عن الزمالك؟ وهل مباراه المقاولون هي المباراه اللي هتحسم لقب الدوري ان شاء الله قبل الختام وقبل مباراه الزمالك؟ كل مقابلة عندها أهميتها، احنا تو تركيزنا الكل عندنا مقابلة المقاولين اللي مش كون هي بالنسبة لي نحن كلاعبين، ان هي اهم مقابلة. تمام. ان شاء الله كي تكسب المقابلة تاخذ 3 نقاط متاعك، مش تحط ضغط على المنافس متاعك اللي هو الزمالك. ناخذ كل مقابلة بالاولويات متاعها. عندنا مقابلة الاولانية ضد المقاولين، ان شاء الله نحضروا لها كما يلزم وندخلوا للمقابلة كما يلزم ونحصلوا 3 نقاط ان شاء الله. شايف بطولة افريقيا الموسم اللي جاي هتبقى عامل ازاي كابتن علي؟ يمكن الموسم الحالي النادي الاهلي لم ينجح ولم يوفق في الفوز بلقب دوري ابطال افريقيا، بتحلم انك تفوز باللقب الافريقي مع الاهلي، بتحلم انك تكون موجود في كاس عالم الاندية ان شاء الله مع النادي الاهلي؟ اي لاعب لازم كي يجي للنادي الاهلي يعرف انه النادي الاهلي متعود انه ياخذ الدوري وياخذ الكاس، لكن الكاس الافريقية عندها مدة غايبة على النادي الاهلي. حاولنا في ال3 سنين اللي تعدوا ان نكونوا موجودين، تواجدنا مرتين في النهائي تمام. وما حلفناش الحظ باش نتوجوا بالكاس الافريقيه. هذه المره الثالثه كنا خرجنا عن طريق سان داونز، ما كانتش المشاركه متاعنا كما يلزم، لكن ان شاء الله تركيزنا السنه يكون اكثر، وان شاء الله الجمهور يسيبونا، الجمهور يدخل اكثر للمقابلات متاعنا ويكون هو المساند الرسمي متاعنا. وان شاء الله كاس افريقيا هذه ان شاء الله تكون للاهلي ان شاء الله.